السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الجنيه الورقي طبعة 1960. يا سادة، على مر التاريخ ارتبطت حركة البيع والشراء والتجارة بوجود العملات الورقية أو المعدنية، وقبل ظهور هذه العملات كانت المعاملات التجارية تتم عن طريق المقايضة. أما فكرة ظهور هذه العملات الورقية تحديدا وخاصة في جمهورية مصر العربية، اقترنت بتأسيس البنك الأهلي المصري وكان ذلك عام 1898. وبالطبع قبل تأسيس البنك المصري كان المصريون يتعاملون بالعملات المعدنية فقط. وعن تأسيس البنك الأهلي المصري أصدر الخديوي عباس حلم الثاني حق امتياز البنك الأهلي المصري لميسيو رافائيل سوارس، وذلك عام 1898 ميلادية. هذا هو الجنيه المصري، مكتوب عليه البنك المصري، البنك الأهلي المصري. أصدر بمقتضى المرسوم العالي في 25 يونيو 1898، مكتوب على وجه العملة البنك الأهلي المصري، أصدر بمقتضى المرسوم العالي المؤرخ في 25 يونيو 1898، أتعهد بأن أدفع عند الطلب لحامل هذا السند مبلغ جنيه مصري. هذا هو وجه العملة، وهذه ظهر العملة مكتوب عليها بالإنجليزية البنك الأهلي المصري جنيه مصري واحد. هذه الخمسة جنيهات المصرية، وهي عام 1964، مكتوب على وجه العملة كما نشاهد البنك المركزي المصري 5 جنيهات مصرية، القاهرة في 17 أغسطس 1964. عن البنك المركزي المصري محافظ البنك المركزي أحمد زيزو. هذا هو وجه العملة الخمسة جنيهات المصرية 1964. ما زلنا نتحدث عن الخمسة جنيهات المصرية، وهذه ظهر العملة رسومات إسلامية ومكتوب بالإنجليزية البنك المركزي المصري 5 جنيهات مصرية. هذه الخمسون قرش المصرية، القاهرة في 20 مارس 1976. وجه العملة مكتوب عليه البنك المركزي المصري 50 قرش، القاهرة في 20 مارس 1976، يعني بعد نصر أكتوبر ب3 سنوات. عن البنك المركزي المصري محافظ البنك المركزي، هذا هو وجه العملة ظهر العملة الورقية 50 قرش، تمثال
من التماثيل الأثرية المصرية أو الفرعونية المصرية ومكتوب باللغة الإنجليزية البنك المركزي المصري 50 قرش. هذا هو الربع جنيه الورقي. كما نشاهد محافظ البنك المركزي فاروق العقدة على وجهه أحد الجوامع المشهورة في مصر، وهو مسجد أو جامع السيدة عائشة، جامع أو مسجد السيدة عائشة، حيث يعتبر من المساجد الهامة في مصر، ويتكون من مربع يتوسطه صحن وتحيط به الأروقة مثل الجامع الأزهر. الجامع الأزهر هو مسجد من مربع يتوسطه صحن وتحيط به الأروقة. هذا هو وجه العملة. في 4/3/2008 كما هو مكتوب عليه. ومن الطرائف أننا نحن المصريون من هواة كتابة الذكريات على العملة الورقية، وهي عادة لا يقوم بها أحد تقريبا إلا نحن. هذا هو ظهر العملة الورقية لـ25 قرش. نجد النسر أو كما يطلق عليه نسر صلاح الدين الأيوبي، حيث وجد هذا النسر في قلعة صلاح الدين الأيوبي. هذا هو الربع جنيه الورقي. كما نشاهد هذه الـ10 قروش الورقية. وجه العملة جمهورية مصر العربية، 10 قروش، موجود صورة الأهرام وأبو الهول، ومكتوب أوراق عملة رسمية صدرت بمقتضى القانون رقم 50 لسنة 1940. هذا هو ظهر العملة الـ10 قروش الورقية. أما ظهر العملة كما نشاهد مكتوب باللغة الإنجليزية، مكتوب عليها باللغة الإنجليزية وصورة مسجد محمد علي بالقلعة. وهنا نؤكد كذلك أن البعض